السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موضوعنا الـ Classes and Objects سوف نستكمل هذا الموضوع، وسوف نبين في هذا الدرس موضوع الـ Java API. الـ Java API هي عبارة عن مكتبات تعرفها الجافا، تحتوي على مجموعة من الـ Classes تديني خدمات معينة. واليوم احنا هنتعلم كيف نستخدم بعض هذه الـ API Classes الخاصة بالـ Date and Time. طبعا شو المقصود بالـ Java API؟ طبعا الـ Java API هي اختصار لـ Application Programming Interface. طبعا هي عبارة عن مجموعة من الـ Classes المعرفة في الجافا في مكتبات. طبعا هذه الـ Classes تدي للمبرمج مجموعة من الخدمات الممكن يستخدمها المبرمج في البرامج الخاصة في المسائل البرمجية اللي بيتم تطبيقها من قبله. طبعا اليوم احنا نتعرف على هذه بعض الكلاسز الموجودة في هذا الـ API الخاصة بلغة الجافا لموضوع Date and Time. طبعا الجافا كمان تديني توثيق لهذه الـ API، يعني بإمكانك انت عايز تتعرف على هذه الكلاسز وشو بتحتوي على methods، شو الكونستراكتورز تاعتها من خلال الدوكيومنتيشنز الخاصه بالجافا اي بي اي. انت ممكن تروح عليها من خلال السايتس لشركه اوراكل، هي الشركه صاحبه الملكيه للغه الجافا. بامكانك لو ضغطت او بحثت على الدوكيومنتيشن الخاصه بالاي بي اي طبعا هي عباره عن سايتس لشركه اوراكل بتوضح لي الـ API الخاصة بالجافا. طبعا بتوضح لي المكتبات الموجودة في الجافا. يعني على سبيل المثال بإمكانك لو أنت عايز تبحث عن كلاس سكانر وشو بيحتوي دوال، يعني هنا في عنا سيرش. سيرش لو كتبت سكانر وعملت سيرش، طبعا هنا لاحظوا هان وضح لي كلاس سكانر شو بيحتوي كلاس السكانر، كيف ممكن تستخدمه، شو الدوال اللي فيه. لو نزلت تحت هنا ووضح لك شو الميثودز، كيف تستخدم هذا الكلاس سكانر. اذا هذا عبارة عن الدوكومنتيشن، بامكانك من في هذا الدوكومنتيشن توثيق هذا، تشوف مواصفات اي كلاسز من الجافا اي بي اي. طب اليوم احنا هنوضح بعض الكلاسز الخاصة بالديت اند تايم. طبعا في عندنا كلاس ديت كلاس، ويعتبر من أقدم الكلاسز الموجودة في الجافا الخاصة بالديت. كمان بالإضافة لكلاس السمبل ديت فورمات، طبعا هذا الكلاس ممكن من خلاله ممكن نعمل تنسيق للديت وكذلك تحويل نص إلى ديت. في عنا كلاس من الكلاسز الحديثة في الجافا هي زي كلاس اللوكال ديت كلاس واللوكال تايم كلاس وكذلك لوكال DateTime class. يعني خلينا نيجي لل Date class. طبعا Date class وفر لي طريقة معينة لننشئ Time أو Date objects بمثل ال Current Time على سبيل المثال. طبعا هنا Date بيحتوي على Constructor Method، كذلك Constructor Method أخرى، كذلك Date String، Date Get Time، Date Set Time. لاحظوا هنا في هذا الشكل، هذا شكل UML زي ما حكينا، هذا الشكل بوضح الكلاس وشو بيحتوي على methods. طبعا هنا sign plus هذه بتعني انه هذه الدالة public method. طبعا زي ما حكينا انه هذا data class يعتبر من الكلاسز الموجودة في لغة الجافا من اول اصدارات لغة الجافا. طبعا هذا يعني مثلا عندي ديت كونستراكتور، طبعا لاحظوا هنا هذا عباره عن كونستراكتور. طبعا بنشيل لي ديت اوبجكت اوف كرنت تايم، يعني لو استدعيت هذا الكونستراكتور يرجع لي او ينشئ لي اوبجكت. في كونستراكتور اخر ممكن انا انشئ ديت اوبجكت لوقت معين، بس هنا لازم نزوده بالوقت الابس تايم بالوقت كرقم لونج، كرقم انتجر طويل. طبعا هذا الرقم اللونج هو عبارة عن الوقت بالملي سكند، هو بيمثل الفترة المقضية الواقعة بين التاريخ اللي انت عايز
مثل الديت اوبجكت من خلاله بين التاريخ في السابق، تاريخ مرجعي في السابق تستخدمه لغة الجافا، وتاريخ 1/1/1970. طبعا هذا التاريخ تاعك ممكن تمثله انت بهيك شكل. طبعا في عندي دالة تو سترينج، دالة تو سترينج بترجع لي التاريخ كنص. في عندي دالة جيت تايم بترجع لي النمبر اوف ملي سكند، طبعا هو عدد ملي سكند في التاريخ الحالي الفترة السابقة 1970. في الفترة هاي التاريخ الحالي التاريخ السابق 1970 عدد الملي سكند بترجع لك اياه هذه الدالة جيت تايم. في دالة سيت تايم كذلك. طبعا زي ما حكينا ان هذا الكلاس من الكلاسز الموجودة في لغة الجافا من اول اصدارات لغة الجافا. طبعا كلاس الديت بيحتوى على دول اخرى، بس هذه الدول الاخرى طبعا الجافا اهملتها وصارت ديبريكيتد هذه الدول. يعني في الاصدارات الجديدة للجافا تم الغاء هذه الدول. طبعا الجافا زودتني بمجموعة كلاسز اخرى بالاي بي اي تاعتها الجديدة الخاصة بالديت ان تايم، واليوم نتعرف على هذه الكلاسز. طبعا في عندي انا مثال هنا، مثال هنا الاكزامبلز. انا هنا عملت ديت اوبجكت، طبعا لاحظوا هنا عملت نيو ديت واستدعيت كونستراكتور تاع كلاس الديت. طبعا هنا الديت اوبجكت رجع لي يمثل لي التاريخ الحالي تاع اليوم. يعني هنا انا رجع لي الديت اوبجكت خزنته في الريفرنس تاعه دي 1، وانا اروح طبعت النص تبعه ونشوف كيف حيطلع شكل النص. طبعا شكل النص اللي حيطلع تعديت حيطلع بالشكل هذا لو احنا نفذنا البرنامج. اظهر لي الفورمات بالشكل هذا، حط لي اليوم، حط لي الشهر، حط لي اليوم الشهر، حط لي الزمن، حط لي اسم المنطقه الزمنيه. يعني المنطقه AST هذا اسم منطقه زمنيه خاصة بالمنطقة العربية، كذلك السنة. لاحظوا هنا الشكل، لو انت حابب تنسق هذا الشكل بحيث انه انت حابب يظهر لك بشكل تاني في السلايدز لاحقة هنشوف كيف ممكن نعمل فورماتنج لهذا الديت، بحيث اني انا عايز اظهره بشكل تاني احنا هنستخدم كلاس اسمه SimpleDateFormat. طبعا هذا الكلاس ممكن من خلاله اعمل فورماتنج للديت، كذلك ممكن احول سترينج لديت. اذا هنا هذا السيمبل ديت فورمات. خلينا نشوف احنا المثال هذا. طبعا هنا انا عملت ديت اوبجكت باستخدام الكونستراكتور ديت، هنشيل ديت اوبجكت بمثل التاريخ الحالي خزنته في دي 1. طبعا هنا طبعت هنا دي 1 دوت سترينج هتطلع لي بالشكل هذا. طبعا انا عايز انسقها بحيث اني اطبعها بالشكل هذا. طبعا كيف ممكن اعمل تنسيق لهيك ديت؟ في عندي انا بستخدم الكلاس سيمبل ديت فورمات. زي ما حكينا السيمبل ديت فورمات في عنده امكانيه اني اعمل فورمات للديت، يعني احول الديت الخاص اللي عندي بشكل معين لسترينج بالفورمات بنمط معين. انا بزوده بالنمط بروح لي الديت بالنمط اللي انا عايزه. كذلك سيمبل ديت فورمات في عنده امكانيه انه انا ادي له نص يروح يحول لي هذا النص لديت اوبجكت. خلينا نشوف هذا المثال. طبعا هذا المثال هان انا عندي ديت اوبجكت بيمثل التاريخ الحالي هو دي 1، انا عايز انسقه بحيث انه يظهر لي بالشكل هذا، يظهر لي السنه، يظهر لي الشهر، يظهر لي اليوم. طبعا هنا انا عملت اوبجكت من سيمبل ديت فورمات. طبعا لاحظوا هذا السيمبل ديت فورمات هو عبارة عن كلاس من أحد الكلاسز الموجودة في الباكج تكست جافا دوت تكست، أنا عملت له امبورت. كذلك كلاس الديت هو أحد الكلاسز الموجودة في يوتيل. طبعا احنا تعرفنا على الباكج يوتيل واستخدمنا منه كلاس السكانر. إذا هنا نرجع للسيمبل ديت فورمات، عملت اوبجكت. طبعا لاحظوا هنا الكونستراكتور بتاع السيمبل ديت فورمات لازم أزوده بالنمط بالشكل التاريخ انا عايز انسق بهيك نمط. طبعا استخدم بعض الرموز. هنا لاحظوا هنا النمط واي واي واي، يعني برمز للسنه. انا عايز هنا الشكل يكون السنه، بعدين داش، بعدين ام ام، بعدين داش، بعدين تي تي. طبعا هذا الشكل هو عباره عن حروف بستخدمها في اني اكون باترن معين نمط للتاريخ.
بإمكانك أنت استتعرف على هذه الحروف اللي ممكن تستخدمها في النمط، تروح على الدوكومنتيشنز الخاص بالجافا. يعني هنا لو أنا روحت على الدوكومنتيشن الخاصة بالجافا وروحت على الكلاس السيمبل ديت فورمات، ممكن أشوف هذه الحروف. يعني استخدمها هنا الحروف، شفنا إحنا واي مثلا تستخدم للير، في عندي مثلا ام تستخدم للمنث، في عندي مثلا دي للدي، في عندي الاي الاي لاحظ هنا مثلا عايز مثلا تطبع اسم اليوم بتستخدم الرمز اي. اذا هنا انا عملت باترن معين، استخدمت الرموز اللي احنا شفناها في الدوكيومنتيشن الخاصه بالكلاس سمبل ديت فورمات. طبعا هنا بعد ما انشأت سمبل ديت فورمات اوبجكت سميته دي اف او الريفرنس تاعه دي اف. طبعا زي ما حكينا انه هذا الداتا سمبل ديت فورمات بيمتلك داله فورمات تديها الديت اوبجكت. الديت اوبجكت طبعا عندي ديت اوبجكت هنا دي 1، هتروح هذا الديت فورمات هروح انسق لك هذا الديت. طبعا الفورمات هترجع لك الديت منسق كنص، يعني هترجع لك اياه كسترينج. هنا استقبلت من فورمات هذا الديت كسترينج، إذا هذه فورمات تحول لك الديت سترينج بالشكل اللي أنت حددته لما أنشأت الأوبجكت من سمبل ديت فورمات. طبعا إذا حابب تطبع هذا السترينج أنا حطيت هنا جملة print len لأس، طبعا هنا هيطلع الشكل هذا حسب الفورمات اللي أنت حددته. كمان عند الديت سمبل ديت فورمات عنده قدرة إنه يحول لك سترينج لديت. يعني أنا عندي string هان على سبيل المثال بمثل date، بس هذا date كstring موجود ومحطوط بالنمط اللي أنا حددته هان. لو أنا عايز أحول هذا string لديت، وحاليا string أنا عايز أحوله لديت object، في عنا دالة bars موجودة في class simple date format. إذا هنا ممكن تستدعي هذه دالة bars من خلال simple date format object اسمه df لأن أنشأته دوت بارس، واديها الديت سترينج هنا. طبعا هنا هتحول لك هذا الديت سترينج، هتعمل له بارسنج وتحول لك اياه ل ديت اوبجكت. بس هنا تلاحظوا البارسنج ممكن تعمل ثروينج ل ران تايم اكسبشن او اكسبشن في الران تايم، بحيث انه لو انت السترينج اللي انت عايز تحوله لديت اوبجكت ما كان بوافق هذا النمط هيصير ايرور في الران تايم. إذن عشان هيك لاحظوا هنا هذا دالة البارس throwing the exceptions، عشان هيك الكومبايلر يطلب منك إنك تحيط هذه أو تستدعي هذه دالة البارس في داخل بلوك اسمه try catch ويكتب بالشكل هذا. إذن أنا هنا بعد ما عملت parsing للstring format أرجع لدالة البارس date object سميته date2. طبعا date2 أنا عرفته من نوع date. طبعا هنا بعد ما عملنا بارسنج وخدنا دي 2 عملت له طباعه، طبعت النص تاعه يطلع لي الشكل التاريخ تبعي بشكل الاتي. طبعا لاحظوا هنا 26/3/2000 هي يوم احد شهر مارس، طبعا يوم 20 والفتره الزمنيه هي او المنطقه الزمنيه AST. طبعا هذه الكلاسز اللي شفناها سابقا هي عباره من الكلاسز الموجوده في الجافا من اول اصدارات الجافا، بس انا عندي الجافا بتوفر لي كلاسز جديده. طبعا هذه الكلاسز الجديده الخاصه بالتايم والديت موجوده في الباكج اسمه جافا دوت تايم. طبعا احنا هنشوف اليوم الجافا دوت تايم اي بي اي شو بزودنا كلاسز. طبعا بزودني كثير من الكلاسز. احنا اليوم انا اتعرف على أربع classes، عندي class اسمه LocalDate، عندي class LocalTime، عندي class LocalDateTime، عندي class DateTimeFormatter. طبعا عندي LocalDate، LocalDate هذا بيمثل التاريخ اوكي بشكل فقط تاريخ بدون وقت، يعني هنا سنة شهر يوم يكون بالشكل هذا. في عندي LocalTime، LocalTime بيمثل التايم بدون date، يعني hour minutes seconds milliseconds. في عندي class local date time بيمثل لي كلاهما date مع time بشكل سنة شهر يوم ساعة minutes ثواني milliseconds. عندي class date time formatter ممكن تستخدمه لتعمل format وتعرض نص تاعك
بشكل معين. كمان عندك طريقة تعمل parsing، تحول string ل date time object. خلينا نشوف احنا اللوكال ديت كيف. انا عايز اطبع الديت الحالي، اوكي. في عندي في كلاس اللوكال ديت ده اللي اسمها ناو. ناو اترجع تايم اوبجكت بمثل التايم الحالي. كذلك لو انت عايز تجيب الكرنت ديت التاريخ الحالي، في عندك في كلاس لوكال ديت ده اللي اسمها ناو، اترجع لك ديت اوبجكت او لوكال ديت اوبجكت. طبعا هذا اللوكال ديت اوبجكت بمثل التاريخ الحالي. كذلك لو انت عايز تجيب الديت تايم الحالي، في عندك في كلاس اسمه لوكال ديت تايم ده اللي اسمها ناو، بامكانك انت تاخذ اوبجكت بمثل الديت والتايم بنفس الوقت. يعني هنا في مثال انا عايز اعمل ديسبلاي للكرنت ديت، عايز اطبع التاريخ الحالي. طبعا لاحظوا هنا في الكلاس تاعي في داله المين استدعيت هذه الداله ناو من كلاس لوكال ديت. طبعا لاحظوا هذه الداله ستاتيك، بتستدعيها من خلال الكلاس مباشره. اذا هنا لوكال ديت دوت ناو هترجع لك اوبجكت من نوع لوكال ديت او انستانس من نوع لوكال ديت. طبعا هذا الانستانس اللي رجع من لوكال مثل التاريخ الحالي، بامكانك انت تعمل له برنت لين او تعمل له ديسبلاي يظهر لك التاريخ الحالي. اللوكال ديت هو عباره عن كلاس زي ما حكينا، الاوبجكت تبعته عباره عن ميوتابل اوبجكت او هو بنسميه ميوتابل كلاس. شو يعني ميوتابل كلاس؟ انه الاوبجكت تبعته غير قابل للتعديل. يعني لحظه ما نشاها الكلاس اللوكال ديت ما بتقدر تغير محتوى البيانات اللي فيها. طبعا هذا الكلاس بشكل عام نطلق عليه ميوتابل كلاس، انه الاوبجكت تبعته غير قابله للتعديل. طيب طبعا زي ما حكينا اللوكال ديت هو بيمثل التاريخ الديت، وحيكون الديفولت فورمات او الشكل التلقائي هو بالشكل السنه والمانث والدي. طيب هنا انا عايز اعمل عده انستانسز من التاريخ اللوكال ديت. طبعا هنا في انا عايز اعمل انستانس بمثل التاريخ الحالي. إذا هنا بستخدم دالت ناو وموجودة في لوكال ديت، قلت لوكال ديت دوت ناو اترجع لي اوبجكتس او انستانس من لوكال ديت سميته او بي جي 1. طبعا هذا الاوبجكت او بي جي 1 هو بيمثل لي التاريخ الحالي تاع اليوم. طبعا هنا طبعا ممكن انت تطبع النص، في عندنا هذا الاوبجكت بيمتلك دالت سترينج بحوله لسترينج وممكن تطبع النص هذا. إذا او بي جي 1 دوت سترينج طبعا اعترض لي لو هذا تطبع لي التاريخ اليوم 25/3 على فرض 2020. طبعا لو انت حابب تنشئ السؤال هنا، كيف ممكن انشئ ديت لتاريخ معين مش للتاريخ الحالي اليوم، لتاريخ معين مثلا تاريخ ميلادي اذا الى اخره. طبعا في عندنا في كلاس لوكال ديت ده اسمها اوف، دالت اوف فان ممكن تزودها بالتاريخ المعين اللي انت حابب تنشئ local date object بهذا التاريخ. يعني هنا لاحظوا هين انا عايز انشئ local date object لتاريخ 26/8/2000. طبعا هنا لاحظوا هين استدعيت دالت اوف، هي دال static بتستدعيها من خلال الكلاس مباشره. اذا حطيت local date dot off حطيت لها التاريخ اللي انا عاوزه. طبعا هنا اترجع لك local date object بيمثل لك التاريخ اللي انت حددته. طبعا هنا طبعت هذا التاريخ، طبعا اطبع لي بالشكل هذا بالفورمات اللي احنا حددناه السنة شهر يوم. طيب انا عايز امثل تاريخين، التاريخ الحالي وفرضا تاريخ ميلادك. يعني هنا لاحظوا هين انا عملت تو اوبجكتس، اوبجكت اسمه ناو باللوكال ديت واوبجكت ثاني الريفرنس او اسمه بيرث. طبعا هنا هذا ناو بمثل التاريخ الحالي عن طريق ذلك البيرث انا تاريخ ميلادك. مثلا انت حط تاريخ ميلادك، تحدد لوكال ديت دوت اوف حط تاريخ ميلادك. طيب الاكسرسايز اللي انا عايزه او ممكن نطبقه في اخر المحاضره، انا عايز احسب الايج. الايج طبعا الايج عمر، فهيكون الفرق بين التاريخين. كيف ممكن نحسب الايج؟ هاي اكسرسايز يعني ممكن تطبقوه. كيف ممكن انا احسب الايج؟ يعني اطلع عدد السنوات
في هذا بين هذا التاريخين. طبعا هنا لما تيجي تحدد هان بالاوف لازم تحط يعني شهر يكون valid، صحيح يكون الرينج تبعه بين الواحد والاثناش. يعني لو حطيت انت شهر مثلا حطيت 13 مثلا يصير لك ايرور في الران تايم، وهذا نسميه اكسبشن. كذلك الداي لازم يكون في الرينج من 1 إلى 31، طبعا باعتبارا على الشهر. يعني مثلا شهر 11 هو 30 يوم، لو انت حطيت 31 اطلع لك هنا ران تايم اكسبشن ايرور في الران تايم. طبعا هنا كيف ممكن احول سترينج يعني ديت سترينج ل لوكال تايم او لوكال ديت اوبجكت. طبعا في عندنا داله بارس موجوده في كلاس اللوكال ديت، ممكن انت تستدعيها داله بارس داله ستاتيك وتعطيها الديت سترينج، هتروح تحول لك هذا الديت سترينج للوكال ديت اوبجكت. بس لاحظوا هنا لازم يكون التكست سترينج هذا لازم يكون بالشكل النمط واي واي واي، يعني نحط السنه بعدين الشهر بعدين اليوم وبينهم داش. طيب خلينا نشوف هنا مثال اخر. هنا في المثال هذا احنا مثلت today تاريخ اليوم، كيف نجيب تاريخ اليوم عن طريق دالة now، وطبعا اترجع لي date الحالي لليوم، طبعا سميته today. هنا انا عايز اجيب yesterday، طبعا yesterday هو انه هو today ناقص الday بمقدار واحد. طبعا هنا الكلاس local date بوفر لي دوال زي minus day plus days minus month plus months. طبعا هنا لاحظوا هان كيف ممكن اجيب yesterday، هي عبارة عن today dot minus day one. طبعا هنا ترجع لي تاريخ جديد هذه الدالة minus days، ترجع لي local date جديد وهذا سميته yesterday. لاحظوا هان حكينا انه local date object is immutable object، يعني غير قابل للتعديل. يعني هنا today مش هيتأثر باستدعاء الدالة، today عضله بنفس التاريخ تاعه، بس التغييرات عتصير في كائن جديد. يعني هنا minus day عتنشيل لك كائن جديد من local date، اوكي بيمثل تاريخ ناقص يوم، اوكي وترجع لك اياه، وانا سميته الريفرنس تاعه وخزنته الريفرنس تاعه باسمه yesterday. طيب انا عايز اجيب تاريخ الغدا tomorrow، طبعا هو tomorrow ممكن عبارة عن yesterday plus days 2، يعني نضيف على yesterday يومين بجيب التاريخ تاع tomorrow. طبعا هنا لاحظوا هنا لو انا طبعت today واليسترداي والتومورو هيطلع لي بالشكل هذا، يعني today date مثلا 25/3/2020، اليسترداي 24/3/2020، تومورو date 26/3/2020. طبعا هنا مثال آخر هنا عمل date object بتاريخ معين 13/1/2017، طبعا هذا سماه الاوبجكت تاعه ديت 1. طبعا انا عايز يفحص هذا ديت 1، هذا هل السنه تبعته از ليب يير ولا لا، سنه كبيسه ولا لا. طبعا في عندي كلاس اللوكال ديت بوفر لي داله اسمها از ليب يير، فرجع لي بولين ترو فولس. يعني هنا ديت 1 دوت از ليب يير، طبعا هنا في الحاله هاي لو انا نفذت طبعا سنه 2017 هي كانت مش سنة ليبية. طبعا في عندي هنا انا عم مثلت تاريخ تاني مثلا 23/9/2016 مثلا سميته ديت 2، عايز افحص هذا ديت 2 از ليبية ولا لا. طبعا لو نفذت هذا البرنامج اطلع لي هنا في الحالة هاي فولس 2017 مش ليبية، والتاريخ التاني 2016 از ليبية طلع لي ترو. طبعا لاحظوا هنا هذا بوضح للجدول مجموعة من الميثودز الموجودة في كلاس لوكال ديت، طبعا هذا بعض من الميثودز الموجودة في هذا الكلاس. يعني لاحظوا الدالة اللي استخدمناها دالة از ليب يير، طبعا هي بتفحص لك السنة از ليب يير ولا لا، زي مثلا ماينس دايز شفناها ماينس دايز
شفنا مثلا ناو، طبعا في عندنا مجموعة من الدوال. بإمكانك أنت لو أنت عايز تشوف توثيق عن هذا الدوال، بإمكانك تروح على الدوكيومنتيشن الخاصة بالأوراكل، بتوضح لك هذا الكلاس هذا بشكل تام. هشوف احنا لقيت كلاس اللوكال تايم. طبعا كلاس اللوكال تايم بيمثل لك التايم فقط بدون ديت، بدون ديت، التايم فقط يعني الساعة، المينيتس، ثواني. طبعا نفس الفكرة هان في عندنا كلاس اللوكال تايم، طبعا هو من احد الكلاسز الموجودة في الباكج تايم، يعني بدك تعمل له امبورت هنا من كلاس اللوكال تايم، من الباكج لوكال تايم. طبعا اللوكال تايم هنا في دال اسمها ناو، ترجع لك تايم الحالي. اوكي طبعا بامكانك يعني على سبيل المثال لو انا هنا التايم الحالي خزنته في الاوبي جي 1، طبعت الاوبي جي 1 هيطبع لك الساعه والمينت والثواني، وحتى كمان ممكن يطبع لك بالنانو سكند. طبعا هنا ممكن انت تعمل ديت تايم اوبجكت بزمن معين باستخدام دالت اوف، تديها الاور وتديها المينت، حتى كمان في دالة اوف ممكن تديها الاور والمينت والسكندز، كمان في دالة اوف ممكن تديها الاور والمينت والسكندز والنانو سكند حتى. طبعا هنا عملت اربع تايمز اوبجكتس، الوقت الحالي، الوقت معين الساعة 18 يعني الساعة 6 في المساء 23 دقيقة، كذلك عملت تايم آخر نفس التايم السابق بس هنا حددت هنا السكندز، كمان ممكن تعمل تحدد النانو سكندز. طبعا هنا بس عندنا ملاحظات، نقاط مهمة هان، انه الاور لازم لما نحطه باستخدام دالت اوف لازم يكون في الرينج من 0 ل 23. لو انت كتبت رقم في الاور خارج هذا الرينج هيصير ايرور في الران تايم، او الاكسبشن طلع لك مشكله في الران تايم. كذلك المينتس لازم تكون محصوره بين الصفر وال 59، والسكندز لازم تكون محصوره بين الصفر وال 59. طبعا هنا اللوكال تايم هنا للزمن تايم الساعه 2 و23 دقيقه، طبعا صحيح لان الاثنين هنا ضمن الرينج الاور، وال 23 هنا ضمن الرينج تاع المينتس. هنا صحيحه لانه 18 هنا الساعه 18 ست المساء في الرينج بتاع الاور، صحيح من 0 ل 23. كذلك هنا المينتس هنا صحيحه، بس لاحظوا هنا مثلا لو انا عملت تاريخ زي هيك 18 23 60، لاحظوا هنا السكندز لازم تكون في الرينج من 0 ل 59. طبعا في الحاله هاي يصير عندي ايرور في الران تايم، طلع لي اكسبشن وطلع لي نص زي هيك، يقول لي هنا في النص ده اكسبشن ديت تايم اكسبشنز will invalid value for second of minute. طبعا هنا لازم يكون هنا seconds تكون في الرينج من 0 ل 59. طيب هنا local time بوفر لي كمان طريقة انه كيف ممكن نحول نص لتايم عن طريق دالة البارس local time dot bars، بديها time ك string بتحول لي اياه ل local تايم اوبجكت. طبعا هذا الشكل لازم يكون بالفورمات اور مينيت، غير ذلك اطلع لك ايرور فور ران تايم. طب لاحظوا هنا في المثال هذا، عملت انا هين اوبجكت من تايم بتايم معين هو الساعة 10 و43 دقيقة و12 ثانية. انا عايز اطبع هذا التايم، عايز اضيف على هذا التايم او اطرح من هذا التايم 2 hours. اذا هنا هذا التايم بيمتلك دالة اسمها minus hours، يعني ممكن تديها الاورز اللي عايز تطرحها من هذا التايم، هترجع لك تايم جديد، يعني تايم 1 مش عايز تأثر، التغييرات هتصير في تايم اوبجكت تاني. اذا هنا انا اخذت التايم اوبجكت تاني اللي هيرجع من minus hour، حطيته في تايم 2. كذلك هنا تايم 2 هو اللي رجع بعد ما طرحت من التايم الاول ساعتين، عايز اطرح منه مينتس. اذا تايم 2 دوت ماينس مينتس
عايز اطرح 34 دقيقة. طبعا زي ما حكينا تايم 2 مش هتأثر لانه هذا التايمز حكينا هذا اللوكال تايم اوبجكتس هذا ميوتيبل يعني ما بصير عليها التغيير، التغييرات بتصير على اوبجكتس جديد. اذا هنا تايم 3 طبعا هنا لو عملت ران هين انا طبعا تايم 1 وتايم 3 طبعا تايم 1 زي ما شفتوا شكله الساعة 10:43 دقيقة و12 ثانية. لقيت تايم 3 شو تايم 3؟ تايم 3 حيكون الساعة 8 حيكون الساعة 8 و 9 دقائق و 12 ثانية. طبعا في عندي كمان بلس اورز يعني في المثال هذا بوضح لك كمان ممكن تضيف ساعات ممكن تطرح دقائق الى اخره. نفس الفكرة بتاعت المثال السابق بس هنا عملت اضافة مش طرح يعني هنا بلس اورز انا عندي تايم 1 بدي اضيف عليه ساعات 4 ساعات تجيني تايم 2 كذلك هنا تايم 2 بدي اضيف عليه دقائق 18 دقيقة. طبعا لاحظوا هنا الساعة 10 كيف اصبحت عليها 4 ساعات وكمان 18 دقيقة اصبح الساعة 15 يعني الساعة 3 و1 دقيقة و12 ثانية. طب في عندي كلاس لوكال ديت تايم، طبعا هذا كلاس لوكال ديت تايم بيمثل الديت والتايم مع بعض، اوكي؟ مش زي لوكال ديت، لوكال ديت بيمثل بس الديت يعني السنة وشهر ويوم، ومش زي لوكال تايم، لوكال تايم بس بيمثل اور ومينت وثواني، اوكي؟ بس عندي لوكال ديت تايم بيمثل الديت مع تايم، يعني سنة، شهر، يوم، ساعة، الأورز، المينتس. طيب نفس الشيء هذا الكلاس موجود في الباكيج جافا دوت تايم يعني بدك تعمل امبورت من هذا الباكيج. هنا لو انت في عندنا دالت ناو نفس الفكرة هنا هترجع لك ديت تايم اوبجكت بيمثل التاريخ الحالي. اذا هنا برجع لي الكرنت ديت تايم من السيستم كلوك من ساعة النظام. طبعا هنا هترجع لي لوكال ديت تايم اوبجكت سميته او بي جي 1. كمان ممكن انت تنشئ اوكي لوكال ديت تايم بتاريخ معين بوقت معين زي هنا باستخدام دالت اوف. اوكي انا استدعيت دالت اوف حطيتها السنة مثلا 2017 شهر 1 يوم 9 يعني 9/1/2017 الساعة 1 13 23 دقيقة. طبعا هنا لاحظوا مسألة هذا الديت طبعا دالت اوف ترجع لك لوكال ديت تايم اوبجكت سميته او بي جي 2. كذلك ممكن تحدد انت بسنة معينة تعمل تاريخ بسنة معينة وشهر ويوم واور ومينت وسكند يعني. لاحظ هنا هذا دالت اوف استدعائها عديتها السنة والشهر واليوم والاور والمينت والسكند. كذلك ممكن تنشئ لاحظوا هنا ممكن تحدد وقت دقيق بالنانو سكند كمان يعني هنا 2017 واحد شهر واحد يوم 9 الساعة 13 23 دقيقة و11 ثانية و122 نانو سكند. طيب عشان نطبع الكرنت ديت تايم يعني هنا مثلا انا عايز اطبع الديسبلاي للكرنت ديت تايم الحالي. طبعا هنا زي ما حكينا نعمل امبورت للكلاس لوكال ديت تايم. هنا لاحظوا هنا في المين استدعيت دالت ناو على لوكال ديت تايم ترجع له لوكال ديت تايم اوبجكت سميته ماي اوبجكت. لو انا عملت طباعة على هذا الماي اوبجكت هيظهر لي لاحظوا هنا الديت تايم اللي طلع هنا طلع لي السنة والشهر واليوم وبفصله وفي تي تي عشان تفصل بين الديت والتايم بعد هيك التايم تايم طلع الساعة 5 17 دقيقة 16 ثانية والنانو سكند. طبعا هنا لاحظوا هاي الديت وهي التايم بفصلهم تي. طبعا هنا كيف ممكن اعمل فورماتنج لهذا الديت تايم يعني انا مثلا بدي اطبع مثلا الديت فقط ما بدي اطبع مثلا تايم او مثلا بدي التايم ما بدي الديت. طب كيف ممكن اعمل فورماتنج لهيك كلام؟ طبعا هنا في عندي كلاس موجود بيعمل فورماتنج للديت والتايم. طبعا هذا من ضمن الجافا اي بي اي الخاصه بالديت والتايم في عندي كلاس اسمه ديت تايم فورماتر. طبعا هذا الديت تايم فورماتر بامكانك تستخدمه
على سبيل المثال في المثال السابق عايز انا اشيل التي او بس اظهر مثلا بس الديت. اوكي طبعا هذا الكلاس اوكي في عنده داله اسمها اوف باترن، انت بتحدد له النمط الشكل باستخدام الرموز زي واي واي وام ام. اوكي تحدد له النمط اللي بدك اياه للديت او شكل الديت اللي بدك اياه. طبعا هذه اوف باترن اوكي هنشوفها، ممكن تترجع لك ديت تايم فورماتر اوبجكت وممكن تستخدمه لتعمل فورمات. طبعا هي انا عندي الناو هين، جبت انا اللوكال ديت تايم ناو، انا عايز انسق هذا التاريخ. اوكي كيف اعمل التنسيق له؟ طبعا هنا بدي استخدم الديت تايم فورماتر هين. لاحظ انا بدي هنا الديت تايم فورماتر، استدعيت عليه الداله اسمها اوف باتر وحددت لها الشكل التاريخ اللي بدي اياه. طبعا هنا لاحظ الشكل كيف بدي اياه انا يطلع. اوكي دي دي يعني بدي اليوم هنا يجي في الاول، بعدين المينيت سوري الشهر، بعدين واي واي واي. طبعا هنا الام ام لما تكون كابيتال لتر يعني للمانث، اما لما تكون سمول لتر بتكون للمينيت. لاحظوا انا بدي يظهر اول شيء اليوم، بعدين الشهر، بعدين السنه، وبعد هيك السبيس، وبعد هيك الاور، بعدين المينيت، بعدين السكندز. طبعا حددت الباتر انا النمط هين للشكل اللي بدي استخدمه في التنسيق. طبعا هذا اوف باترن هترجع لك اوبجكت من نوع ديت تايم فورمات، وهذا الاوبجكت اللي هستخدمه في التنسيق. اوكي طبعا هذا الاوبجكت من اللي سميته ماي فورماتر اوبجكت. طبعا لاحظوا هالجيت انا عندي التاريخ هالجيت عايز انسقه، التاريخ اللي عايز انسقه هو ماي ديت اوبجكت. اروح على ماي ديت اوبجكت واقول له فورمات، استدعي داله فورمات على ماي ديت اوبجكت. طبعا هذه داله فورمات عشان تستدعيها لازم نديها الفورماتور اللي هينسق. طبعا الفورماتور اللي هينسق انا عملت فورماتور ايوه في الجمله السابقه وحددت له النمط. طبعا داله فورمات تديها الفورماتور. طبعا هذه داله فورمات استخدم الفورماتور اللي اديتها اياه بانه ينسق لك الديت اوبجكت. طبعا هذه داله فورمات رجع لك سترينج، اذا هتنسق لك الديت اوبجكت رجع لك شكله كسترينج. اذا هنا استقبل منها الفورمات ديت السترينج، وبعدك ممكن انت تطبع هذا الفورمات ديت. طبعا لاحظوا انا هين قبل ما اعمل فورماتنج للديت تايم اوبجكت طبعته كان بالشكل هذا، قلت بعد ما عملت فورماتنج طلع بالشكل اللي انا حددته. لاحظوا الشكل اللي انا حددته يوم والشهر وبعدين السنه وبعدين التايم تظهر لهيك. لاحظوا هنا قبل كيف وبعد كيف. احنا شفنا في اول امثله الخاصه بالديت اوكي شفنا هنا كيف عملنا اوبجكت ديت باستخدام كلاس ديت، وحكينا هذا الكلاس ديت من الكلاسز القديمه الموجوده في الجافا، والجافا زودت لي بكلاسز جديده الى التايم والديت. طبعا هنا انا هنا عملت ديت اوبجكت بيمثل التاريخ الحالي. طبعا انا طبعت التاريخ نص التاريخ، بعدين ممكن اعمل له فورمات هين باستخدام سمبل ديت فورمات زي ما وضحناه بالسلايدز. وبعد هيك طبعا هذا الدات فورماتور انشأت انا سمبل ديت فورمات اوبجكت وحددت له نمط كيف بدي انسق هين. طبعا هنا بعد هيك استدعيت هنا الدالة فورمات على الديت اوبجكت دي 1 دوت فورمات والديت دي اف، انا هنا استدعيته وقلت له فورمات وديت الديت تنسق لي الديت. يعني هنا بترجع لك string. لو عملت طباعة على هذا النص للتنسيق، طبعا لاحظوا هنا التاريخ تبعي كيف كان قبل التنسيق وبعد التنسيق، انا طلبت انه يكون بالشكل YYMMDD يعني سنة وشهر وبعدين الدي. طب لو انا عايز مثلا احط اسم اليوم يظهر يعني هنا في الحالة هاي، بس يعني لاحظوا هان اسم اليوم من ضمن الحروف الخاصة باسم اليوم في الباترن في النمط الشكل هو اي، يعني حطيت اي هان يظهر لي اليوم كنص. لو عملت ران هان لاحظوا هان هاي الاي كيف طلع شكلها، يعني هان Thursday. طيب نيجي لهذا المثال، المثال هذا انا عندي عايز انشئ
date to date to date هين احنا شفنا هنا local date now باستخدام احنا نشوف local date هين local date dot now وكمان عملت date تاني باستخدام لتاريخ معين طبعا now ترجع لك هنا date للتاريخ الحالي اما off لتاريخ معين انت بتحدده طبعا هنا لو انا عملت طباعة لهم object 1.string object 2.string طبعا عملت run هين طبعا هاي التاريخ 26/3/2020 والتاريخ اللي حددته الثاني لما طبعته اداني 26/8/2000 طيب نيجي للاكسرسايز اللي احنا طلبناه منكم في تعملوه طبعا الاكسرسايز زي ما حكينا بدي اياك تمثل التاريخ الحالي وتاريخ بلادك وتطلع لي العمر تاعك طبعا كيف ممكن نحسب هذا كيف نطلع العمر طبعا انت بدك تجيب الفتره البيريود ما بين تاريخك ميلادك والتاريخ الحالي كيف ممكن احصل عليها طبعا في عندي هنا دال اسمها انتل دال انتل موجوده في اللوكال ديت بامكانك انت هدلت انتل ترجع لك فتره زمنيه يعني انا هنا طبعا ممكن استدعي نا اقول بيرث مثلا عندك هنا بيرث دوت انتل طبعا لاحظوا هنا انتل بتديها ديت تاني مثلا انا عايز اجيب الفتره ما بين البيرث ديت وما بين ناو ديت طبعا هل دلت انتل هترجع لك اوبجكت من نوع بيريود سميه بي طبعا لاحظوا هنا كلاس بيريود هو احد الكلاسز الموجوده في التايم طبعا هو بيمثل فتره زمنيه اذا دلت انتل انا جبت البيرث اوبجكت او البيرث ديت اوبجكت وجبت قلت دوت انتل اوكي طبعا هترجع لك او تحسب لك الفتره ما بين هذا التاريخ والبيرث ديت وما بين التاريخ اللي انت مررته لهذا التالي هو ناو هتحسب لك هذه الفترة. طيب هذا الـ period object يعني في عنده دوال ممكن dot نقول مثلا get year أنا بدي الـ age أجيبه طبعا أجيب الفترة في عندي دالة get days تجيب الفترة get years إلى آخره طبعا أنا بدي الـ get years هو بتمثل اليوم إذا ممكن تطبع خلينا نطبع الـ period أوكي إذا system dot out dot println للـ b dot string او مباشرة كله اطبع للـ b خلينا نشوف الفترة شو هيطلع طبعا لاحظ هنا الفترة الـ period قال 42 42 year يعني لاحظوا الـ period هاي يعني هذا بيمثل الـ age بالفعل الـ age هو هنا لهذا الشخص اوكي 42 سنة لو حابب انت تطبع بس year ممكن تقول له b.getyears اوكي انا طبعا هترجع لك عدد السنوات بهذه الفتره طبعا هنا 42 هو بيمثل الايج ثانك يو فور واتشينج